أستاذ علي أيجودي، أهلا ومرحبا، شرفتنا، شكرا لوجودك معنا اليوم سيدي شكرا. الكريم. يعني أبدأ معك من هذا التقرير الجديد للعفو الدولية اللي ذكرت فيه أنه بعد 5 سنوات من الحراك السلمي في الجزائر ما زال القمع مستمر بلا هوادة، تعليقك على ذلك؟ نعم شكرا. أوافق التقرير. طبعا كل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان خاصة متواجدة بأوروبا وكذلك بأمريكا تقول ما قالته في تقرير أمنيستي انترناسيونال وكذلك المنظمات الحقوقية الجزائرية أن القمع والتضييق على الحريات الفردية والجماعية في الجزائر اليوم أكثر من أي وقت مضى، أكثر من زمن بوتفليقة وأكثر من السنوات الأولى للحراك. فالنظام أراد أن يعاقب هذا الشعب الذي ناضل وقاوم الديكتاتورية والذي عارض العهد الخامسة للمقبور بوتفليقة، ومن خلال الشهور الأولى للحراك اغتنم الفرصة كذلك المقبور قيد صالح بالانقلاب على سيده وولي نعمته بوتفليقة ونصب نفسه رئيسا للبلد، ورأينا كيف زج بأغلبية المناضلين في السجون. نحن كمنظمة حقوقية سيرنا هذا الحراك ونحن جزء منه. يجب التوضيح أن منظمتنا كانت متواجدة سنتين قبل الحراك. أنشئت منظمة التصدي الدولي روبست انترناسيونال في سنة 2017. قبل الحراك كنا قد نددنا بالتضييق على الحريات الفردية والجماعية، رأينا كيف دجنت الصحافة وكيف زج بالمناضلين في السجون. يجب أن نتذكر أن الصحفي محمد تملت قتل في السجن الجزائري سنة 2014، لحد اليوم لم تكن هناك لجنة لجنة تحقيق لتحديد مسؤولية سبب وفاة محمد تملت الذي دخل إلى الجزائر بضمانات من أحد النواب المقبور، لا داعي لذكر اسمه، تحصل على كل الضمانات على أنه لن يمس، وفي الأخير قتل في السجن وترك دون عناية. وبعد الحراك النظام حاول مسايرة النظام وركب الموجة عبر قائد الأركان الذي كل مرة يكرر على أنه لن يمس الشعب ولن يكون هناك عنف ولا دم، إلى حد أن استقوى بهذا الحراك وانقلب على بوتفليقة واستحوذ على كل صلاحيات رئيس الجمهورية. حين نتكلم عن رئاسة الجمهورية، لدينا رئاسة ولكن لم يكن لنا أبدا جمهورية، هناك طغمة عسكرية استحوذت عن السلطة منذ 1962، منذ انقلاب على الشرعية الحكومة المؤقتة عبر الرئيس هواري بونديان الذي نصب بن بلا ثم انقلب عليه. فاستحوذ قيد صالح على كل صلاحيات الرئاسة وأصبح دائما كل أيام الثلاثاء يخاطب من الثكنات وبرهن لكل العالم وللشعب على أنه هو الحاكم الفعلي للنظام. ورغم ذلك فالحراك كان عنيد
وفهمت جيدا على أن مراوغات الجيش ما هي إلا لربح الوقت لاستعادة هامش الحركة واستعادة المبادرة. والحراك أجهض الانتخابات المفروض أن تجرى في الصيف 2019، ثم أجهض كل محاولات اللعب على عواطف الشعب الجزائري، البكاء عن الاستقرار والخطر الذي يجب أن نقول أن منذ الاستقلال وكل الرؤساء المتعاقبين على رئاسة الجزائر وهم ينددون بالخطر الخارجي الذي والخطر كل الأخطار التي تداهم الجزائر، ولكن في الحقيقة الخطر الوحيد الذي يداهم الشعب الجزائري هو النظام نفسه. هذا النظام يمكن أن يقضي على الجزائر والشعب الجزائري ومستقبله. أستاذ علي، يعني كثير من المراقبين من خارج الجزائر يعني يقولون إنه الحراك كان سلمي، لماذا الخوف منه؟ يعني خرجت الملايين بسلمية يعني ليس لها نظير في العالم حقيقة، مقارنة بثورات كثيرة حصلت في تقريبا نفس الفترة. لماذا هذا الخوف من هذا الحراك على الرغم من سلميته، يعني عدم التعرض للإساءة لا لرجال الشرطة والأمن لا للمؤسسات، وبالتالي لماذا هذا الخوف الكبير اللي منع استمراره؟ شكرا. الخوف، كل الخوف هو من الحركة السياسية والتمرد الشعبي بطريقة سلمية، لأن قوة النظام تكمن في جبروته وعنفه. عرفنا كيف يستعمل القوة ضد منطقة القبائل المتمردة سنة 1963 وقضى على 453 مناضل وآلاف المعتقلين الذين عذبوا ودفعوا ثمن معارضتهم لشلة وجدة. ونفس السلوك سلكه النظام ضد كل المعارضة. عرفنا كيف قتل زعماء الثورة وكيف تم تصفية زعماء الثورة من كريم بالقاسم إلى أحد زعماء الثورة الذي اغتيل في ألمانيا وفي إسبانيا، وكيف قضى على كل المعارضين بالاغتيالات أو فبركة انتحارات وهمية وفي الحقيقة ما هي إلا تصفيات جسدية. فالنظام قوته هي العنف، ودائما كان يهدد الشعب الجزائري بالعنف والحرب الأهلية. كان دائما يقول انظروا إلى العراق، انظروا إلى ما حدث في سوريا، انظروا ما حدث، هذا ما سوف يحدث لكم في حالة ما إذا أردتم أن تطالبوا بأمور هي أكبر منكم. ولكن النظام عرف، الشعب عرف كيف يتلاحم. الشعب لأول مرة منذ سنة 1962، لأول مرة منذ 1954 عند انطلاقة الثورة، عرف كيف يتوحد كرجل أو امرأة واحدة ضد النظام على مستوى الوطن بمناطقه الأربعة، شرقا غربا جنوبا وشمالا، بطريقة سلمية. الشعب الذي عانى من 10 سنوات من الإرهاب، الشعب الذي صفي منه، قتل منه 250,000 جزائري، 250,000 جزائري قتلوا من قبل الحركات المسلحة من القوات النظامية التي خلقها النظام ومن المتطرفين الإسلامويين. نعم. الذين أعطوا الفرصة. نعم. لهذا النظام حتى يستعمل العنف ضد الشعب. فهذا الشعب الذي عانى من العنف، الكل كان يقول من لا يزال العنف
يعشعش في أذهان الجزائريين وفي سلوك الجزائريين، ولكن الشعب عرف كيف يتحرر من هذه العقدة، وفهم أن ما حدث في سوريا وما حدث أولا لن يتكرر. الجزائر لم تسير وراء الثورات العربية التي كانت مهيكلة من قبل الغرب أمريكا، ولكن بالنسبة لنا الجزائر فنحن ثورتنا أولا عرفناها سنة 1988. الجزائر عرفت أول ثورة شعبية في أكتوبر 1988 التي قتل فيها النظام الجزائري الجنرال نزار أكثر من 500 جزائري، شاب جزائري، وجراحة أكثر من 2000 جزائري لا يزالون إلى اليوم يعيشون بعاهات ولم تعطى لهم أدنى حقوق، والبعض الذين أعطيت لهم بعض الحقوق وصفوا كأنهم جرحى حوادث مرور وليس كسياسيين. أستاذ علي، يعني أريد أن تحدثني أكثر قراءة في ملف حقوق الإنسان في الجزائر. يعني قبل فترة ليست ببعيدة زار الجزائر مقررين أمميين لحقوق الإنسان اللي يعني متابعة أوضاع معتقلي الرأي، معتقلي الحراك والحريات العامة. كونك جزائري حقوقي، أين هي منظمات حقوق الإنسان الجزائرية لتوثيق ما يجري؟ وهل هي مجرد شعارات وتنديدات أم ممكن أن هذه التقارير تحرك ساكنا؟ شكرا. أولا يجب أن نعترف أن النظام قضى على الأخضر واليابسي، فقام بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي أسست سنة 1985 من قبل معارضين ومناضلين وحقوقيين أكفاء لهم الشرعية نضالية، وهذه الرابطة لم تتحصل على الاعتماد إلا سنة 1989 برئاسة المرحوم رمز النضال الحقوقي في الجزائر علي يحيى عبد النور. وهذه الرابطة التي أثبتت على أرضية الواقع أنها سايرت والشعب الجزائري في نضاله أثناء العشرية السوداء، وكذلك النظام تم حل جمعية منظمة تراج التي هي أحد الجمعيات التي أنشئت في أوائل سنة 1990، وهذه المنظمة هي أحد إن ميموار، يعني أحد المنظمات التي وثقت للحرب الأهلية والتي سيرت كذلك الشعب الجزائري في الحرب الأهلية التي فرضها عليها النظام. وللحقيقة فالنظام منع تجديد الاعتماد على للرابطة منذ 2013، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنشط دون اعتماد. فالنظام قمع كل الحركات الاجتماعية والحركات النقابية والحقوقية. وربما هذا ما ذكرتم في تقريركم عن حالة حقوق الإنسان في الجزائر. نعم. 2023. نعم. يعني أريد أن أقول أن النظام خلق نوع من الفراغ حتى يتم تعنيف الشعب في الصمت ودون أي شهادة. فمنظمتنا التصدي الدولي روبوست انترناسيونال منذ سبتمبر 2019 ونحن نضع تقارير حول وضعية حقوق الإنسان بأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم وأماكن احتجازهم والأحكام التي صدرت ضدهم. فللحقيقة منذ اليوم المشؤوم ليوم تعيين، لأننا نعتبر تبون غير شرعي ما هو إلا رئيس فعلي نصبه. هل تعتبرونه امتداد للحكم السابق؟ هي عهدة خامسة لبوتفليقة واليوم يطالب بعهدة سادسة. ف
تم اعتقال أكثر من 10,000 جزائري، وأغلبية المناضلين هم تحت الرقابة القانونية، والكثير منهم كانوا ولا يزالون في السجون. فجمعية راج لها أكثر من 14 مناضل مسؤول دخل السجن وخرج، البعض تم اعتقاله لمدة سنتين أو ثلاثة. نفس الشيء بالنسبة للرابطة، نفس الشيء بالنسبة لكل المنظمات الحقوقية، SOS Disparu. في زمن تبون، في فترة ما بين جانفيي 2020 وجوان 2020، في ظرف 6 سنوات تم اعتقال أكثر من 10,000 جزائري. يعني إذا أخذنا هذا بالنسبة المئوية، سوف يبين لنا الحساب على أنه يتم اعتقال جزائري كل 30 دقيقة. عدد المعتقلين في زمن تبون يفوق 10 سنوات، حكم 10 رؤساء مروا على الجزائر. تتحدث عن معتقلي الرأي أم معتقلي عن الحراك؟ عن معتقلي الرأي والحراك بالنسبة لنا، فأغلبية المعتقلين. ونتحدث هنا عن نساء وطلبة وسياسيين ونشطاء رجال حقوقي. ونساء، نعم. وتم اغتيال محامين مثل صدام في برج بوعراريج، وكذلك باعتراف النظام بحديثه قتل من المحامي الشاوي في سكيكدا من قبل ضابط الشرطة، وهذا كله في تعتيم تام. فالنظام يعني نجح في الترهيب وإسكات كل الأصوات، لأن الأغلبية تحت الرقابة القضائية وفي السجون، وتم تدجين كل الصحافة، لم يعد هناك مجال لأي صوت يخالف صوت النظام. كحقوقيين أستاذ علي، ما المطلوب الآن من السلطات الجزائرية؟ سبق وأن سألتني عن الذين دخلوا الجزائر من الممثلين الأمميين. نحن تعاملنا أولا، نحن منذ 2019 أنجزنا أكثر من 24 تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وهي وجهت للمغاربية التي نشرت وغطت بعض الأمور، وكذلك للصحافة المكتوبة. في هذه السنة أصدرنا تقرير، لديك نسخة باللغة العربية، تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر. سوف نرى أن في هذا التقرير نتحدث عن كل الجرائم، جرائم النظام ضد الشعب، من حقوقيين ومناضلين ومواطنين عاديين وصحفيين وكل طبقات الشعب. لم ينجو أي جزائري أو أي جزائرية من بطش واعتقالات النظام. يحاكمون بملفات فارغة، يسجنون مدة سنتين أو ثلاثة، ثم يطلق سراحهم وتصدر أحكام بدون تهم، وحتى لما يحاكموا تصدر الأحكام بالبراءة، وهم قد عاشوا سنتين أو ثلاثة داخل السجون فقط برغبة من ضمن. لم تكن، ليس للجزائر عدالة مستقلة، فعدالة الجزائر هي عدالة التليفون وعدالة تحت رونجاس البوليس العسكري والنظام. فالممثلين الأمم المتحدة يعني وثقوا لما كنا نكتبه في تقاريرنا،
وأكدوا على أن الحريات منعدمة في الجزائر، لا حريات صحفية ولا اجتماعية ولا نقابية ولا جمعوية ولا حقوقية، لم يعد هناك أي هامش حركة لأي صوت لا يسير. ولكن حسب النظام، عذرا عن المقاطعة سيدي الكريم، حسب النظام الجزائري أنه بعض من هؤلاء متهمون بزعزعة أمن الدولة وبزراعة الفتنة. نعم أكيد، أنا أؤكد هذا، لأن الدستور الغير الشرعي الذي رسمه النظام وقاطعه الشعب أكد أن المعارضة ممنوعة خارج نطاق الدستور. النظام شرعنا وانتخب وشرع لقوانين تجرم أي حركة، أي رأي معارض مخالف لتوجهات السلطة، وكذلك شرعنا لقانون 87 مكرر على أن يصنف في خانة الإرهابيين كل من يخالفها الرأي، وعرف كيف يقنن، فوضع منظمة رشاد في خانة المنظمات الإرهابية، كذلك وضع حركة الماك التي تنادي باستقلال منطقة القبائل في كحركة إرهابية، ثم كل المعارضين في منطقة القبائل يصنفون أنهم مناضلين المكر، رغم أنهم ليس لهم أي علاقة بالماك، ولكن يصنفون رغم أنوفهم على أنهم مناضلين للماك، ثم يجرمون ويعاقبون بالقانون 87 مكرر. نفس الشيء بالنسبة لباقي مناطق الوطن، فانتماء يلصقن لهم تهم الانتماء لرشاد ثم يحكمون عليهم. فالنظام منع منعا باتا أي نشاط تقوم به أي جمعية، فكل الأنشطة يجب أن تكون تحت الرعاية السامية للنظام وأزلامه. جزيل الشكر لحضرتك سيدي الكريم، أكيد شكر. الحديث بقية. شكر أرجع. نحن برجع. سبق وأن دقيقتين فضل. أن أصدرنا كتاب وهو منشور جماعي كتبت فيه 19 شخصية، مناضلين ورؤساء جمعيات وأحزاب، نساء ورجال من مختلف الأعمار، صحفيين، معتقلين سابقين، لإدلاء بشهادتهم عن قمع النظام. وهذا التقرير المتواجد على موقع ريبوست انترناسيونال يوثق لكل الأوضاع وكل العنف الذي مارسه النظام ضد شعبه منذ أول جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023. جزيل الشكر لحضرتك أستاذ علي آية جودي.